اهلا بيكم معانا في معلومتنا السريعه بتاع النهارده، وهي معلومه لازم نقف امامها يعني ونهتم بيها جدا. ليه؟ لانها حاجه كومن جدا بنشوفها وممكن يحصل منها سايد افكتس كتيره. يجي عيان باكيوت ايه بلادي دايريه، وبعدين يجي حد يروح واصف له او كاتب له او هو واخد من نفسه او دكتور مش عارف المعلومه اللي هنقولها دلوقتي ايه، ها يروح واصف له انتي موتيليتي دراجز. تدخل تلاقي العيان الكونديشن اتدهولت وبقت مصيبه سودة. حصل ليه بقى؟ لان يقول لك الانتي موتيليتي دراجز دي معلومه، دي قاعده ذهبيه، شود نوت بي يوزد في حالات الاكيوت بلادي دايريا اللي فيها ديزنتري. ها ليه بالذات؟ عشان لو وجود البلاد في الدايريا بيسيجنيفاي ان ذا سيريس بكتيريال ايه انفكشن موجود. انا الدايريا ربنا خلقها عشان توش الايه البكتيريا، ان لو في بكتيريا الانفكشن او كده هو السبب فيها. فيوم بقى نجي اوقفها وهي سببها بكتيريال، والدليل على كده انها بلادي، ها يعني في انفيجن في الجسم وعامله ودمج في الكابيلرز وبلادي دايريا، وانا ادي انتي موتيليتي دراجز، فبدل ما تبقى وشت يحصل استاجنيشن والبكتيريا تفلارش مور وتدخل في كومبليكيشنز. بالذات بقى بارتيكولر لمين؟ بالايكولاي، بقى الاشيريشيا كولاي دي اللي هي كومن برضو جدا الكوز للدايريا. بعض السترينز سنتر سترينز اوف ايكولاي، ها لو انت اديت انتي موتيليتي دراجز وما they are not washed ممكن يتسببوا في مأساة اسمها هيموليتيك يوريميك ايه سيندروم. فيبقى انا عندي هنا عيال بيجي بدايريا، لو كلمة بلادي دي دايريا او فيها ديزنتري، يعني بالذات اللي فيها ديزنتري، تخلينا افكر مليار مرة، مش مليون، مليار مرة قبل ما افكر اديله انتي موتيليتي دراجز، انها ممنوعة تماما. الانتي موتيليتي دراجز شود نوت بي يوزد في حالات البلادي ايه الاكيوت بلاد دايريا، لان غالبا في بكتيريال انفكشن، وبالذات لو ايكولاي هتزيد البوسيبيليتي. لو انا اديت انتي موتيليتي دراجز وخليت البكتيريا تفضل راقده في الانتستين، تزيد احتمالات هيموليتيك اي يوريميك سندروم. والمعلومه هنا ايه بتتكرر، قال ان اليوز اوف انتي موتيليتي دراجز ان ديزنتري كوزد باي ايكولاي ابيرز تو انكريز ذا ريسك اوف هيموليتيك يوريميك سندروم. يبقى انا بكررها تاني، استخدام الانتي موتيليتي دراجز في كونديشن معاها ديزنتري تعنيه وبلاد نازل مع الدياريه في الستولز ممنوع، اوكي؟ عشان بس ايه نبقى واضحين. ممنوع تماما، لان بالذات اللي بالايكولاي دي ممكن تتسبب في هيموليتيك ايه يوريميك ايه سندروم. يبقى انا خلاصه القول، الدياريه اللي معاها تعنيه وبلاد جامد وانا شاكك في ايكولاي، ما تستخدموش الايه اي حاجه من الانتي موتيليتي دراجز، لان في اللحظه دي انتوا ممكن تدخلوا العيان في ديزاستر وكاتاستروفي اسمها الهيموليتيك ايه يوريميك سندروم. والى اللقاء مع معلومه تانية باذن الله.